السلام عليكم. صحاب طركم. كما كتعرفوا تاكسي 36 مازال كيتسارى في المدينه والضحايا مازال كيطيحوا. وتخيلوا معايا الا طلعتوا في الطاكسي تلقيتوا راسكم من روشيرشي. كيفاش روشيرشي؟ كيتقلب عليك البوليس وانت لابس كرافطك حلا فيستك حلا وصباط حل لبس المواصفات ديال ذاك المجرم. الله يدير بالضبط. هو هو الشفا. يا جماعه تما كراجع اللاب فقرة لا اوه فهمت والو. شكون هما؟ انا صاحب الدير وليد. انت تفهم. انت غادي تفهم. دابا شويه غتفهم. تابعين شي واحد هنا. الوحدات الانسبكتور تاكسي. الله يخليكم التحق بالوحدة 20. وحدة 20 للاستماع سبب الالتحاق. مجرم شاب مقتبل العمر حوالي 20 سنة. جريد استماع. انت دابا عرفت كيف دير الديات. المجرم الشباب هو شاب مقتبل العمر عنده قميص اسود فيه جوج جمل. 21 تم التأكد من الهدف وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لانتقال لأقرب مخفر الشرطة. شوف قدامك يا صاحبي سمعتيني؟ ما فاهم والو. انت غتفهم اصبر. البارح مع السته فين كنت؟ بحال هاد الوقت. مع السته؟ اه. مرجو التاكد من الهويه ديال المشتبه به. عطيني الكارت ديالك. جري 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 تاكد من الهويه. عطيني الكارت ناسيونال. اسمعك باسبور فين؟ باغي تحرق؟ لا لا. باغي تعمق ياك؟ حالا سيتم ارسال المعلومات تتاكد من الجدي حيث البلافو. انا اخويا المرجو من المشتبه به رقم. تهضر معاك الجدي. انا اخويا. اذا رقم جواز خاطئ. اعتقد ان الجواز مزور. معك باسبور مزور. الجدي اسميتك انت؟ تقريبا ماذا هناك؟ بعد 22 جاري التاكد من هويه المشتبه بهم. سنوفيكم ببعض المعلومات في الوقت القريب ان شاء الله. شكون الشاف فيكم؟ شكون؟ انا الشاف. شكون اللي الشاف على الاخر؟ شكون اللي مرأس هذا الشيء؟ كنهضر معاك. هضر. لازم المرجو من المشتبهين رفع ايديهما. هز يديك الشريف، هز يديك انت. شنو عندكم تما؟ شنو هز يديك؟ ما عندك والو. وفين كنتو؟ كنت عن الترجمان. علاش؟ كنت كنترجم شويه. ديال اش الوراق؟ الوراق ديال برا. ديال اش؟ ديال برا ديال الزنقه ديال اش؟ ديال ايطاليا. ديال ايطاليا؟ باغي تحرق؟ اشنو باغي دير؟ وانت؟ انتم خوت؟ لا. وعلاش عندكم نفس الكليه؟ من العائله. انتم من العائله؟ المشتبه بهم ينتمون لنفس العائله. إذن ينتمون إلى نفس العائلة وأعتقد أنهم ينتمون أيضا إلى نفس العصابة. المرجو الاستعجال بإبعاد الدراجات النارية من أجل التنقل لأقرب مخفر الشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المشتبهين. هبط أنت هذيك اللي دلي من ليه؟ هبط هذي خليها هذي. هبط أنت هذي اللي من هنا هبط هذي. يدعى أنه أقرع ولكنه يعني تخبى في شعر. تأكد من أن الشعر له وليس فيه. قرب رجع. تم التأكد من شعر المشتبه به هو من غريب الأمر هو أنه يتم تثبيته بصفة غريبة يعني كتظن بأنه شعره الحقيقي. إذا المشتبه به عنده ما أحمد القرع. كتعرف أحمد القرع؟ ما كتعرفش أحمد القرع؟ مع ما كنتي خدام البارح؟ البارح خدام احمد اخويا. احمد؟ احمد بقرع؟ لا مش احمد بقرع. وشنو؟ احمد مول المكتبه شي الحوت اكادير. سوريين؟ لا. لبنان؟ عمان. لكل الوحدات سياره اجراء الان يتم البحث عن العصابه. وحدة 22 المرجو تقديم مجموعة من العديد من التفاصيل على المشتبه به. المشتبه به من أصل عماني وهو
يعني الان يصاحب نساء او امراتين. تم تحديد الهدف، الان سيتم توجه نحو اقرب مخبر للشرطه. المرجو طلب من المجرم رفع يديه ونزيدك نزيدك نزيدك نزيدك. اول شيء انا عراقي لو سمحت. المتواجدين في سيارة الأجرة يدعون بأنهم من الأصل عراقي وعماني، حين أنهم يستخفون في جنسية عربية. المجرم تم التأكيد أنه من أصل عماني. تم تحديد هذا. مالك مش عماني؟ أنا عراقي يا أخي، أنا عراقي. عمان الأردن. عمان الأردن. الأردن يا ابني، مش عماني. استعمل السلاح. صحيح بعض المعلومات، المجتمع به يدعي انه من اصل اردني. انا اردني وهم عراقيين. واحنا عراقيين. واحنا جايين هون اجتماع. واقف شوي بس، افهم منه بعدين امشي. واقف شوي. هينا عراقيين. هذا عراقيين احنا خلاص. هيا جوازنا عراقي. المرجو تحديد هوية المجتمع بهم. تأكد من صحة المعلومات. اشتبه بهم بايش يعني هيك عم تمسكوا؟ ما بعرف احد. هنا نزلونا من هون، حددنا المكان ديال العناصر وهي شاركت معنا في الكاميرا الخفيه. يا حبيبي يخرب بعدك.